بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مديرية أوقاف الإسكندرية تشرف باستقبال الدفعة 14 من لحوم سقوق الإطعام. زنت هذه الدفعة 3 أطنان ليكون مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف الإسكندرية حتى تاريخه من هذه اللحوم 47 طن يتم تسليمها للتضامن الاجتماعي بحضور السيدة وكيلة الوزارة للتضامن الاجتماعي الإسكندرية ليتم توزيعها وفق الكشوف المعدة بمعرفتهم وتحت مسؤوليتهم، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعبا. وكل عام وحضراتكم بخير. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم الأربعاء الموافق 27 من شهر إبريل 2022 تم وصول 3 أطنان من لحوم سقوق الإطعام إلى مديرية أوقاف الجيزة، وتم تسليمهم إلى مديرية التضامن بالعجوزة، وبذلك يكون مجموع ما وصل إلى مديرية التضامن بالعجوزة من لحوم سقوق الإطعام 50 طنا من لحوم سقوق الإطعام. وكل عام وأنتم بخير.